الدكتور محي عبيد معانا، اهلا بيك يا دكتور محي. اهلا وسهلا بحضرتك واسره البرنامج والساده المشاهدين. كان معانا منذ قليل الدكتور احمد ابو دومه المتحدث باسم نقابه الصيادله، وقال ان النهارده كان في بشره خير الساعه 12 وحضرتك وفد من نقابه الصيادله كانوا قاعدين مع المسؤولين في وزاره الصحه والامور سمنه على عسل والامور ماشيه تمام. فسالته الدكتور محي النهارده في كل الصحف مقدم بلاغ للنائب العام ضد وزاره الصحه فيما يخص الادويه منتهيه الصلاحيه اللي تم طرحها، فقال انه هو تقدم كمواطن من حقه ان هو يتقدم باي شيء ويتكلم باي شيء. فسالته في الاخر قال لي لم استوثق منه، قدم المحضر كنقيب للصيادله ولا كمواطن بشخصه الطبيعي؟ يعني هو بداية أثناء الاعتصام تقدم لنا بعض الصيادلة في ورق بيقول إن تم مد صلاحية مستحضر اللي هو نشرناه امبارح اسمه الفلاتازيل، وده كان لابد مننا كمواطن مصري وكنقيب لصيادلة مصر ومعني بالدواء في مصر إن الأمر يحال إلى جهات التحقيق وهي المعنية بسؤال اللي تسبب في طمس الدواء وكتاب التاريخ عليه، ودي شكوى عاديه خالص. انا النهارده لا يمكن ابدا ان حد يقدم لي شكوى وان انا اتقاعس عن تقديم البلاغ الى الجهات الرسميه. طيب يعني وصل الامر الان الى ايه؟ يعني النهارده في بيان صدر من وزاره الصحه والدكتورة رشا زياده، وفي بيان من مجلس الوزراء، والموضوع اتاخد على انه امن قومي وبعد امن قومي. يعني رد حضرتك ايه وانت راجل متخصص؟ هو البيان قالوا ان تم مد صلاحيه المستحضر ولا ما تمش؟ قالوا من 24 ل 30. بس انا هل الدواء المصري تم مد صلاحيته؟ ولا ده بس الصنف ده؟ هل تقدمت الشركه بالدراسه اللي هي بتقول اللي قالوا عليها؟ حضرتك ده قيد التحقيق، لكن انا باكد لحضرتك الواقع ان هناك تاريخ صلاحيه كان ينتهي في 6/2017 تم الشطب عليه وكتابه 12/2017. ده الواقع بالمستندات باعتراف دلوقتي الاداره المركزيه قالت ان تم مد الصلاحيه. ايه هي الاجراءات؟ اني دوله قامت بالدراسات؟ ايه هي الاسس اللي تم من خلالها ان هم يشطبوا على تاريخ صلاحيه لدواء انتهى صلاحيته ويتم توجيهه للتامين الصحي؟ كل ده قيد تحقيق الان. طب يعني دكتور برضو انا مش فاهم، يعني الموضوع ممكن ينتهي على ايه؟ في لجنه محايده ولا القضاء بياخد قراره ولا الدوله ووزاره الصحه يعني انا برضو عايز افهم على اي محطه سوف يقف قطار الازمه؟ انا بقول لحضرتك الان في علاج له تاريخ صلاحيه ينتهي في 6/2017، قامت وزاره الصحه بالطمس على هذا التاريخ ووضع تاريخ جديد بمد الصلاحيه لدواء مستورد 6 شهور. مين اللي بيحقق في مدى صحه هذا الامر؟ هل الامر ده الشكوى اللي انا من خلال منبر حضرتك امبارح قلتها هل تمت ولا ما تمتش؟ هل هناك علاج كان ينتهي في 6/2017 تم الطمس عليه ومد صلاحيته 6 شهور باعتراف بالبيانات اللي صدرت من الاداره المركزيه قالوا فعلا تم المد؟ أنا كمواطن الآن وكنقيب صيادلة مصر عايز أقول دلوقتي على أي أساس تم مد صلاحية مستحضر ولماذا تم توجيه الكمية بالكامل إلى التأمين الصحي؟ طب يا دكتور محي أنا عايز أسأل سؤال شخصي، أنا عايز أفهم الناس دي هتستفيد إيه لو عملوا كده؟ إهدارنا العام يا سيدي الفاضل، دي الكمية تقدر كل علبة من دول وفقا للكلام كان ب 1213 جنيه العلبه، خلاص في 49,000 عبوه يعني ما يقرب من 60 مليون جنيه. وده الامر ده مش جديد، الشركه المصريه كانت بتستغيث، بل ان الدكتور عادل طلبه نفسه رفع قضيه على وزاره الصحه ان لجنه الفيروسات الكبديه طلبت منه طلبيه، جابها لجنه الفيروسات ما رضتش تسحب الطلبيه منه، الطلبيه او شكت على الانتهاء. احنا كنقابه قبل كده كانت الشكوى دي جت لنا، المركز المصري للحق في الدواء رفع ايضا شكوى في النيابه العامه، خلاص في هذا الامر. الان تاريخ الصلاحيه
تم مد 6 شهور على اي اساس؟ انا لازم اطمن، وده ودي مسؤوليه مجتمعيه، ان توفير العلاج الامن والفعال للمريض المصري دي دور النقابه، والان النقابه تقدمت الى جهات التحقيق الرسميه في الدوله، وكلنا بنثق في جهات التحقيق. اذا كان هناك اي شخص اخطا يجب عقابه ويتم اعلان الدوله بالكامل، اذا ما كانش اي خطا لابد ان يعلن الجميع ان فعلا تم الشط، والشط ده على التاريخ بناء على 1 2 3 4، هل ده متابع ولا مش متابع؟ هل ده من صلاحيات الاداره المركزيه تاخد قرار في هذا الامر بالشط وتعديل التاريخ؟ لازم نعرف. طب انا بشكرك جدا يا دكتور محيي، واتمنى انه الامر يعني بشكل او باخر يعني يتوقف ونصل الى حل مقنع، ومن الناحيه العلميه والناحيه القانونيه. انا بشكرك جدا الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادله الذي فجر بالامس هذا الموضوع، ولم يعني تتوقف تداعياته حتى الان.